يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القدمين هل جاءت في النصوص الشرعية؟ القدمان هل جاءت في النصوص الشرعية مفردة أم مثنى؟ وكذلك الساق وفقكم الله. نعم، الساق جاء مفردا، وأما القدمان جاء مثنى، موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، وجاء مفردا، يضع رب العزة فيها قدمه مفردا، وجاء وفي رواية رجله، فجاء مفردا وجاء مثنى. نعم.